بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، هنيئًا لكم هذا الاجتماع في بيتٍ من بيوت الله تبارك وتعالى، لا لشيءٍ إلا لمدارسة دين الله تبارك وتعالى والتزود بزاد الإيمان. وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد جلوس نتذاكر، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الله ونذكر ما من الله تبارك وتعالى علينا به. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فلله تبارك وتعالى الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. نسأله جل في علاه الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع أن يتم علينا الخير والبركة والنفع والفائدة، وأن يجعل مجلسنا هذا حجة لنا لا علينا، نافعا لنا، هاديا إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. وشكر الله للقائمين على هذه الجائزة المباركة النافعة إن شاء الله سعيهم وإحسانهم وترتيبهم لهذا اللقاء ولهذا الاجتماع الذي نسأل الله عز وجل أن يحقق لنا فيه أجمعين النفع والفائدة، وأن يجزي القائمين على الجائزة سعيهم المشكور وإحسانهم في الترتيب لهذا اللقاء ونظائره من اللقاءات النافعة المفيدة. معاشر الكرام، الحديث في لقائنا هذا عن وسائل وأسباب الثبات على الدين، وما من شك أن مدارسة مثل هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وحاجة المسلم تمس إلى مثل هذه المدارسة بين وقت وآخر، وذلك أن
الوسائل والأسباب التي تأخذ بالمرء ذات اليمين وذات الشمال وتصده عن الخير وتصرفه عن الهدى متنوعة وكثيرة، والفتن الصارفة عن الحق والهدى تأتي من جهات مختلفة، فيحتاج العبد والحالة هذه أن يعنى عناية عظيمة دقيقة بوسائل الثبات على الحق والهدى، ولا سيما أيضا أن قلب ابن آدم يعتريه ما يعتريه من أمور هي من الشبهات أو الشهوات، فتصرفه وتحرفه عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. بل صح عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القلب مثل ريشة في فلاة تقلبها الرياح. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، ولهذا كان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: وإن القلوب لتتقلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. نسأل الله العظيم أن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يعيذنا من الزيغ والضلال والهلاك والردى، ولا سيما أيضا أن الفتن المتلاطمة الجارفة كثيرة جدا، تموج بالناس وتعصف بهم وتذهب بهم هنا وهناك انحرافا عن صراط الله المستقيم، إلا من سلمه الله تبارك وتعالى وحماه وعصمه. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب تركها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود
القلوب إلى قلبين، قلب أبيض كالصفات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب وهو القلب الذي أشرب الفتنة أسود مربادا كالكوز مجخيا. بهذا وصفه عليه الصلاة والسلام، أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله العافية. وهذا يبين خطورة الفتن، وأن الفتن تعرض على القلوب. وقد قال بعض أهل العلم في معنى عرضها على القلوب أنها تلتصق بالقلوب وتكون في عرض القلب ملتصقة كالحصير عندما ينام عليه المرء ويلتصق به بدنه فيصبح للحصير أثر على بدنه لالتصاقه به. وهكذا شأن الفتن مع القلب، لكن قلب المسلم ينكرها ولا يقبلها، وأما ما سوى ذلك فإنه يشرب هذه الفتن، ومعنى ذلك أنها تتعمق في قلبه وتتمكن من نفسه والعياذ بالله. وهذه الفتن التي يشربها القلب على نوعين: فتن شبهات وفتن شهوات. أما فتن الشبهات فهي ناشئة من فساد التصور وخلل العلم وضعف البصيرة، وأما فتن الشهوات فهي ناشئة من ضعف العزيمة وهبوط الإرادة وتدني الهمة وميل النفس إلى أهوائها ومراداتها دون مبالاة بحدود الشرع وضوابط الدين. وفتن الشبهات فساد في العلم، وفتن الشهوات فساد في العمل، ولا يكون المرء مستقيما على دين الله تبارك وتعالى إلا باستقامته على العلم النافع والعمل الصالح. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فلا يكون من العبد استقامة على الحق والهدى وسلامة من الشبهات والشهوات إلا بلزومه لهذه الجادة
ورعايته لها، العلم النافع والعمل الصالح. ولما كان هذا المقام وهذا المطلب أجل المقامات وأعظم المطالب، أمر الله ودعا سبحانه وتعالى عباده إلى ملازمة دعائه جل في علاه بالهداية إلى الصراط المستقيم، بل إنه افترض ذلك على عباده في كل يوم وليلة 17 مرة في الصلاة المكتوبة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمنعم عليهم هم من جمع الله تبارك وتعالى لهم بين العلم النافع والعمل الصالح، والمغضوب عليهم من عندهم علم بلا عمل، كما قال الله عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لم يحملوها أي لم يعملوا بها. والضال من عنده عمل واجتهاد في التعبد بلا علم ولا بصيرة بدين الله تبارك وتعالى. فالسلامة والغنيمة إنما تكون بتحقيق هذين الأمرين معا: العلم النافع والعمل الصالح. وبالعلم النافع يسلم المرء بإذن الله تبارك وتعالى من الشبهات الجارفة، وبالعمل الصالح والاستقامة عليه يسلم المرء بإذن الله تبارك وتعالى من الشهوات المهلكة. وينبغي أن يعلم معاشر الكرام أن أمر الثبات على الحق والهدى بيد الله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا الذي بيده قلوب العباد وهم طوع تدبيره وتسخيره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، له الأمر من قبل ومن بعد، وأمور العباد كلها بيده، كل يوم هو في شأن، يهدي ويضل، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط، يضحك ويبكي، يحيي ويميت، الأمر أمره جل في علاه، والخلق كلهم طوع تدبيره سبحانه وتعالى. فالثبات بيد الله عز وجل، وهو الموفق والمعين والهادي إلى الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين،
ويفعل الله ما يشاء. وإذا عرف المسلم هذا الأصل العظيم في هذا الباب، ألا وهو أن الثبات أمر بيد الله، فليعظم العبد التجاءه إلى الله وحسن توكله عليه وتمام ثقته به سبحانه وتعالى، راجيا منه وحده أن يثبته وأن يهديه وأن يصلح قلبه وأن يعيذه من الزيغ والضلال، فالأمر أمره وبيده جل وعلا. ولهذا تكاثرت الدعوات المأثورة في تحقيق هذا المطلب ونيل هذا الثبات، ومن ذلكم ما جاء في القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتكاثرت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام الدعوات حول هذا المطلب، ومنها الدعاء المتقدم الذي كان أكثر دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء في الصحيحين أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الندب إلى ندب من خرج من بيته لأي مصلحة من مصالحه الدينية أو الدنيوية أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ومن الدعوات المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب حديث علي عندما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به، قال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. قال: واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد القوس. والدعوات في هذا المعنى كثيرة جدا. وبهذا يعلم معاشر الكرام أن من أعظم وسائل الثبات وأهمها كثرة الدعاء والفزع إلى الله جل وعلا بالطلب مع عظيم الثقة به وقوة التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه سائلاً الثبات مستعيذاً من الزيغ والضلال. والله سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه ولا يرد من ناداه، وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى
وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، وبأنه سبحانه وتعالى مقلب القلوب ومصرفها، أن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى، وأن يعيذنا أجمعين من الزيغ والضلال، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ومن أعظم وسائل الثبات على الحق والهدى العناية بالقرآن الكريم، كتاب الهداية وكتاب الثبات وكتاب الصلاح والاستقامة. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالعناية بهذا الكتاب العظيم قراءة وتدبرا لمعاني القرآن ودلالاته، ومجاهدة للنفس على العمل بإرشاداته وهداياته، هو أعظم الأمور المعينة على الثبات. قال الله سبحانه وتعالى: قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية يستفاد منها أن عناية المرء المسلم بترتيل القرآن وتدبر القرآن والتأمل في معاني القرآن وهداية القرآن، ومن ثم مجاهدة النفس على العمل بها، من أعظم موجبات الثبات وأسبابه. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذا شأن القرآن مع المعتنين به، المتدبرين لآياته، المتأملين في معانيه ودلالاته. ولهذا جاءت الآيات في القرآن الكريم حاثة على التدبر لكتاب الله جل وعلا. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل إن الله عز وجل أخبر في القرآن الكريم أن هذا القرآن وعناية المرء بتدبره من أعظم موجبات السلامة من الضلال والنكوص على الأعقاب والانحراف عن الجادة السوية. وتأمل هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول واعتنوا بتأمل هدايات القرآن الكريم لكان ذلك موجبا لسلامتهم من النكوص على الأعقاب. ففي القرآن عصمة من الباطل،
وأمنة من الانحراف والضلال. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا ينبغي على المسلم ولا سيما مع كثرة الفتن وتعددها وخطورتها على المرء في بابي الشبهات والشهوات، أن يجعل له نصيبا من كتاب الله تبارك وتعالى قراءة وتدبرا وتأملا لمعاني القرآن الكريم، ومجاهدة للنفس على العمل به، تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. جعلنا الله عز وجل أجمعين منهم بمنه وكرمه. معاشر الكرام، ومن أسباب الثبات على الدين العناية بالعمل الصالح وحسن التقرب إلى الله تبارك وتعالى ومجاهدة النفس على ذلك، فإن النفس حرون ومتفلتة، فتحتاج من العبد إلى مجاهدة لنفسه مستمرة على الحق والهدى ودأب في ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمجاهدة النفس على العمل والتعبد وحسن التقرب إلى الله تبارك وتعالى من موجبات الثبات العظيمة. وتأمل هذا المعنى في الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن الإيمان والعناية به موجب لثبات المرء، وذلك أن يعتبر العبد المؤمن إيمانه أغلى شيء وأثمن شيء يمتلكه، وتكون محافظته على إيمانه ورعايته لدينه أشد من رعاية أهل الدنيا لدنياهم، ويكون محاسب، وتكون أيضا محاسبته لنفسه على أمور الدين وأعماله أشد من محاسبة ذوي الأموال في باب تحصيل الأموال واكتسابها والسلامة من الخسارة فيها. فإن المؤمن يعتبر إيمانه ودينه أغلى ما يملك وأثمن ما يملك، فتكون عنايته بدينه عناية عظيمة عقيدة وعملا. فإذا كان بهذه المحافظة والرعاية والعناية بدينه، كان ذلك موجبا بإذن الله تبارك وتعالى لتثبيت الله له على الحق والهدى، لتثبيت الله تبارك وتعالى له على الحق والهدى. ولهذا فإن صحة المعتقد ومجاهدة النفس على صلاح العمل موجب للثبات. وفي هذا المقام نتأمل ما ورد عن النبي
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حيث قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء في بعض روايات الحديث ما يفسره ويبينه، قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله تعالى أن من صحت عقيدته واستقام على دين الله تبارك وتعالى فإن الله يحفظ له دينه ويحفظ له إيمانه ويسلمه بمنه وكرمه من الزيغ والضلال. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي عن أحد أهل العلم أنه قال: لا يعرف أن لا يعرف لمن صحت عقيدته لمن صحت عقيدته أن حصل له مثل ذلك، أن حصل له مثل ذلك، وإنما يكون مثل هذا الأمر لمن عنده تفريط وعدم اهتمام وعدم مبالاة أو عنده انحراف في جانب الاعتقاد. ولهذا كان أرباب البدع وأهل الأهواء من أشد الناس تقلبا في الدين وتلونا من طريقة إلى طريقة ومن مسلك إلى مسلك. أما المعتقد الصحيح والإيمان القويم فهو عصمة لصاحبه وأمنة له بإذن الله تبارك وتعالى. ومن وسائل الثبات على الحق والهدى العناية بسير القدوات من عباد الله والصفوة من عباده تأملاً في سيرهم ونظراً في أخبارهم وشمائلهم ومناقبهم وخصالهم العظيمة وخلالهم المباركة، فإن ذلك من أعظم المعونة على الثبات على الحق والهدى. وخاصة سير النبيين، صفوة عباد الله وخيرتهم من خلقه، فإن قصصهم فيها عظة وعبرة وفيها معونة على الثبات والاستقامة على الحق والهدى. كلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فذكر الله تبارك وتعالى لقصص النبيين في القرآن الكريم ليس لمجرد معلومات نعرفها وقصص وأخبار نقف عليها، وإنما المراد من ذكر هذه القصص أن يأخذ منها المؤمن العبرة والفائدة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، فقصصهم عبرة وعظة للمؤمن. ولهذا ينبغي على المسلم الحريص على الثبات على الحق والهدى أن تعظم عنايته بقصص النبيين وأخبار المرسلين، ولا سيما أخبار وسيرة خيرهم وصفوتهم، نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الله تعالى:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وكلما عظمت عناية العبد بسير وأخبار هؤلاء الصفوة عظمت محبته لهم، وكلما عظمت محبته لهم في قلبه عظم اتباعه لهم وسيره على منهاجهم، فكان بذلك إلى الخير أقرب. وانظر رعاك الله عندما توجه كثير من الشباب والشابات إلى قراءة قصص وأخبار أقوام لا خلق لهم، كيف أن تلك القراءة لقصص هؤلاء جنت على فكر هؤلاء الشباب والشابات، وكيف أنها صارت موجباً لانحرافهم وبعدهم عن الجادة السوية. وهذا مما يبين لك أن قراءة السير أياً كانت مؤثرة في المرء، مؤثرة في المرء، ولا بد ولا ينبغي أن يقول الشاب مجرد سير وأخبار أقرأها للتسلية وتمضية الوقت، فهي في الحقيقة ليست كذلك، ليست مجرد تسلية ولا تمضية للوقت، وإنما هي في الحقيقة سلب للإيمان وللفكر والعقل وتلويث للعقول وإمراض لها، خاصة من تفننوا في باب القصص في حرف العقول، عقول الناشئة والشباب. وقل مثل ذلك في المسلسلات والتمثيليات التي فتن كثير من الشباب والشابات بها، كيف أنها مع الوقت أثرت على عقولهم وأثرت على إيمانهم وأثرت على أخلاقهم وآدابهم تأثيراً عظيماً. ولهذا ينبغي أن يكون المرء حازماً مع نفسه، وألا يجعل مطالعته للسير إلا لسير من في قراءة سيرهم غنيمة ومطالعة أخبارهم مصلحة وفائدة من حياة القلوب وتجدد الإيمان وصلاح المعتقد وقوة التوكل وحسن العمل ونحو ذلك، كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. إي والله، هذا شأن حديث وسير وأخبار الصالحين، فلها أثر عظيم جدا على القلوب. ولهذا ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يعنى بقراءة سير النبيين وأخبار المرسلين وسير أتباع النبيين، وخير أتباع النبيين الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا يكون المرء متبعا لهم بإحسان إلا إذا عرفهم، عرف أخبارهم وعرف سيرهم وأحوالهم وجاهد نفسه على متابعتهم والسير على منهاجهم القويم. فهذا باب شريف ومهم للغاية. وأنت أيها الموفق عندما تقرأ سير النبيين عليهم
صلوات الله وسلامه، تجد في كل قصة من تلك القصص ما يعينك في قوة الدين وثباته وزيادة اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت صبر نوح، إذا قرأت صبر نوح في الدعوة ومناصحة لقومه وعمله على هدايتهم، وأنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ويدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا في صبر عظيم ومجاهدة بالغة، يكون لهذه القراءة أعظم الأثر عليك. إذا قرأت صبر زكريا عليه السلام على المصيبة التي ابتلاه الله تبارك وتعالى بها، وحسن التجاءه إلى الله واعتصامه به وتوكله عليه، كان لذلك أعظم الأثر عليك. إذا قرأت قصة يوسف عليه السلام وهي مليئة بالعبر والعظات، وتأمل قصته مع امرأة العزيز وكيف أنها راودته عن نفسه وتهيأت له وهي ذات منصب وجمال، وتوافرت في ذلك الموقف مغريات كثيرة جدا كافي القليل منها للإطاحة بكثير من الناس في حمأة الرذيلة، ومع تعدد المغريات وتنوعها قال معاذ الله، وقال كما في تمام القصة ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فلما يقرأ مثل هذه القصص وهذه الأخبار، ولا سيما أخبار خاتم النبيين وصفوتهم وخيرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كم لهذا من الأثر. ولهذا الناس بحاجة إلى قراءة السيرة وقراءة الشمائل، شمائل النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لتكون هذه القراءة معينا لهم بإذن الله تبارك وتعالى على الثبات على الحق والهدى. ومن وسائل الثبات على الحق والهدى أن يحرص المرء على إغلاق المنافذ التي تفضي به إلى الهلاك وتؤدي به إلى التورط في الحرام، ولا يتهاون في هذا الباب، بل عليه أن يجاهد نفسه ألا يدخل عليه أي داخلة من الدواخل التي تفضي به إلى الشر والفساد. وإذا أردت أن تعرف أهمية هذا الأمر، تأمل في هذا الباب الحديث العظيم المخرج في المسند وغيره عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو في أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه،
ثم بيَّن ذلك، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. وهنا تأمل أيها السائر وأنت تسير على الصراط المستقيم أنه لا يزال وأنت في سيرك يمر بك يمينك وشمالك أبواب تفضي بالمرء إلى الدخول في الحرام والخروج عن الجادة والصراط المستقيم. وهذه الأبواب وصفت في هذا الحديث بأن عليها ستور مرخاة ستائر، وأنت تعلم أن الباب الذي ليس عليه إلا ستارة لا يكلف الداخل جهدا ولا يتطلب منه وقتا، بخلاف الباب الذي له قفل ويحتاج إلى معالجة وجهد وفتح، يحتاج من الإنسان وقت. أما هذه الأبواب التي تفضي إلى الحرام عليها ستور فقط، والستارة لا تكلف الإنسان جهدا في فتحها. فإذا توقف السائر في طريقه وقال: مجرد أنظر فقط، مجرد نظرة، ثم من بعد النظرة خطوة، ثم من بعد الخطوة إقدام، إلى أن يجد الإنسان نفسه تورط. ولهذا ينبغي على الإنسان الحريص على الثبات والاستقامة على الحق والهدى أن يغلق المنافذ وأن لا يفتح على نفسه شيئا منها لئلا يهلك. وكثير من الناس تورطوا، ولا سيما في هذا الزمان مع هذه الوسائل الحديثة مثل الجوالات التي تحمل وتنقل، ينقلها المرء في معه من مكان إلى مكان، والأجهزة التي في البيوت، وما تحتوي عليه من مواقع كثيرة موبوءة بالشهوات والشبهات. وكثير من الناس مع قلة الدين وضعف الإيمان وضعف العلم، كثير منهم لا يبالي ويقول: أدخل وأنظر فقط، ماذا عند هؤلاء وماذا عند هؤلاء، ثم يجد نفسه مع الوقت وبسبب هذا النظر وهذا الاستماع يجد نفسه بدأ يدخل على قلبه الدواخل، وبدأت تتراكم على القلب المتراكمات بسبب النظر والسماع، ويكون هو الذي جنى على نفسه. كان يظن في أول الأمر أنه يدخل ولا يتأثر، لكنه مع الأيام وجد أنها فعلا أمرضت قلبه مرضا عظيما، فكان حاله كحال القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فكيف يرجو لنفسه سلامة وعافية وقد أقحم نفسه ووضعها في الطريق المفضي بها إلى الهلاك والموصل لها إلى الردى؟ وإذا أردت أن تعرف مثلا يقرب لك هذه الصورة، وقد ذكره العلماء، ذكر الإمام أحمد وغيره في حال العبد كيف أنه أول ما يقع في الذنوب يقع في أشياء بسيطة جدا، ثم لا يزال يتعمق وينجر إلى أن يتلوث بأنواع من الذنوب الخطيرة العظيمة.
فذكر العلماء مثلا لذلك: أرأيتم لو أن شخصا عليه ثياب نظيفة ومعه حذاء جديد ونظيف، ومر على منطقة فيها وحل وفيها طين، ومحتاج أن يمر من تلك المنطقة، كيف يصنع؟ أول الأمر تجده في بداية الأمر يبحث عن حجر مرتفع أو مواضع مرتفعة ليس فيها وحل ولا طين فيضع قدمه عليها وهو في أشد الحذر، يمشي في الوحل وهو يضع قدمه على أشياء لا يلامس فيها الوحل والطين، ثم يستمر أحياناً ربما ينزلق فيصاب بشيء بسيط، ثم لا يزال أيضاً حريصاً على ألا يلامس شيء من هذا الوحل فينزلق، وأخرى وثالثة، ثم يخوض في الوحل ولا يبالي، ثم يخوض في الوحل ولا يبالي. وهذا مثل ضربه العلماء كيف أن الإنسان تبدأ معه الأمور شيئا فشيئا إلى أن يحصل التورط العظيم في الذنوب والتوغل فيها. ولهذا من أعظم الأمور وأهمها في باب الثبات على الحق والهدى أن يغلق الإنسان المنافذ التي تفضي به إلى الحرام، وألا يتبع خطوات الشيطان، وألا يتبع خطوات الشيطان. ومن وسائل الثبات على الحق والهدى، من وسائل الثبات على الحق والهدى أن يحرص المرء على الرفقة والأصحاب حرصا عظيما، وأن يتخير لنفسه من الأصحاب والأصدقاء من يكونون عونا له على الثبات، لأن الصاحب ساحب ومؤثر في صاحبه ولا بد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ كحامل المسك ونافخ الكير. قال: أما حامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة خبيثة. ولهذا يحتاج العبد في هذا المقام أن يتخير من الأصحاب ما يعينونه على الطاعة، ويشدون من أزره ويشدون من عضده في طاعة الله. قال الله عز وجل: سنشد عضدك بأخيك. وقال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا المقام، مقام التخير للأصحاب، مقام يحتاج إلى فقه وتأمل في من يرافقهم المرء. فليس للمؤمن أن يمشي مع من شاء، بل عليه أن يتخير من الإخوة والأصحاب والرفقاء من يكون معونة له على الخير. وهذا مستفاد من قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: فلينظر أحدكم من يخالل. قول فلينظر هذا دعوة من نبينا عليه الصلاة والسلام إلى التفقه في هذا الباب والتأمل فيه، بحيث يتأمل وينظر في من سيصاحب ومن يرافق، ثم بعد ذلك يصحبهم. ولهذا قال بعض السلف: من فقه الرجل مدخله ومخرجه وألفه من الناس. هذا دليل على الفقه، دليل على الفقه. ولهذا ينبغي أن يعتني المرء بتخير الأصحاب الأفاضل والإخوة
الذين يعينونه على العلم ويعينونه على العبادة ويعينونه على الاستقامة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. ومن وسائل الثبات أن يعرف المسلم أن له عدواً لا يريد له هذا الثبات ولا يريد له هذه الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن شأن هذا العدو أنه يراك ولا تراه، وعدو يراك ولا تراه شديد المؤنة كما قال ذلك السلف رحمهم الله. وهذا العدو أمرنا الله سبحانه وتعالى باتخاذه عدوا، وحذرنا سبحانه وتعالى من خطواته وشره ومكره. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولهذا ينبغي أن يتنبه المرء إلى خطورة هذا العدو، وأن هذا العدو لا يزال مع العبد إغواءً وصدًّا وجلوسًا له بكل أطرقه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي بكل طريق يسلكه، سواء طريق الخير أو طريق الشر. حتى طريق الخير هو قاعد له فيه ليثنيه عنه ويصده ويضعف من تعبد العبد وتقربه إلى الله. ولهذا شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وشرع لنا إذا خرجنا من المسجد أيضا أن نقول: اللهم أعذنا من الشيطان، لأن الشيطان قاعد لابن آدم في كل طريق يسلكه العبد وكل سبيل يمشي فيه من خير أو شر، إن كان خيرا ليصده وإن كان شرا ليدفعه إلى المضي فيه والاستمرار. ولهذا ينبغي على العبد الحريص على الثبات والاستقامة والسلامة من الزيغ والضلال أن يعرف خطورة هذا العدو، وأن يكثر من الاستعاذة بالله منه، وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهو وسواس خناس. إذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر العبد ربه خنس، أي ابتعد عن العبد. والله يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن الوسائل المعينة على الثبات أن يكون العبد على تذكر دائم بأن هذه الحياة الدنيا دار معبر وليست بدار قرار، وأن يذكر نفسه بالوقوف بين يدي الله ولقائه جل في علاه، وأنه مجازي الحساب العباد ومحاسبهم على أعمالهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم
عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولهذا فإن من أعظم الأمور المعينة على الثبات على الحق والهدى أن يتذكر العبد دائما أنه موقوف بين يدي الله، وأنه سيلقى الله، وأن ثمة حساب وعقاب وجنة ونار ورضا وسخط. يتذكر ذلك، فإن تذكر ذلك واستحضاره من أعظم الأمور المعينة له على الثبات على الحق والهدى. ولهذا فإن من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه ويقبل على أهله مسرورا فرحا بالكتاب، ماذا يذكر من سبب نجاته وفلاحه؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. هذا هو السبب، ظننت أي اعتقدت أني ملاق حسابيه. فهذه العقيدة إذا لازمت القلب وتمكنت من النفس واستحضرها العبد كانت عونا له بإذن الله تبارك وتعالى على الثبات على الحق والهدى. ومثلها قول الله عز وجل: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمثل هذا التذكر والاستحضار يعين العبد على الثبات على الحق والهدى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله. فهذا النظر، نظر المرء لما قدمته نفسه ليوم الغد، ماذا عمل، بماذا سيلقى الله، ينظر ويحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل العرض على الله تبارك وتعالى. فمثل هذا النظر والتأمل ودوام الاستحضار لذلك من أكبر المعونة على الثبات على الحق والهدى. ولهذا تجد في أحاديث كثيرة في مقام ذكر الأعمال الصالحة أو مقام التحذير من الأعمال السيئة، يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن استذكار اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء ويوم الحساب يقوي في العبد الإقبال على الطاعة والبعد عن المعصية والإثم والحرام. والله سبحانه وتعالى يقول: وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كذلكم من الوسائل المهمة والمعينة على الثبات محاسبة النفس، محاسبة النفس، وأن ينظر الإنسان في أعماله وماذا قدم، وأن يكون في محاسبته لنفسه أشد محاسبة الشريك لشريكه، يحاسب نفسه. ومن الخير له أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، لأنه إن حاسب نفسه ونظر في أعماله وعرف تفريطه وتقصيره كان ذلك من موجبات ترك هذا التقصير والبعد عن هذا التهاون والتفريط في جنب الله. فمن الخير للعبد أن يحاسب نفسه قبل أن يقول، ولا ينفعه أن يقول ذلك: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فهذا مقام عظيم لا بد منه. والآية التي تقدم ذكرها قريبا وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أصل في هذا الباب، باب محاسبة النفس. والحاصل أن الأسباب والوسائل
المعينة على الثبات كثيرة ومتعددة، وينبغي على العبد أن يحسن التأمل في هذا الباب العظيم، ولا سيما ما يتعلق بالقلوب، وهذا أيضا باب مهم في وسائل الثبات على الحق والهدى، أن يحرص المرء على صلاح قلبه وسلامته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا ينبغي على العبد أن يحرص على صلاح قلبه وسلامة فؤاده ونقاء سريرته، فإن القلب إذا صلح واستقام استقام البدن، فإن البدن تبع للقلب، فإن البدن تبع للقلب في الاستقامة، البدن تبع للقلب وتبع أيضا للسان، ولهذا قيل: المرء بأصغريه، أي قلبه ولسانه. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وإذا وفق العبد لسلامة القلب وصلاح اللسان صلحت أعماله كلها، صلحت أعماله كلها. ومن الدعوات العظيمة في هذا الباب، وهي دعوة مباركة ثبتت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهي في معجم الطبراني وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز هذه الدعوات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وختاما أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا، فأنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء
قضيته لنا خيرا. اللهم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وآله وصحبه.